البارح بعد قبل الندوه بشويه تحكي على برمجه لطيفه ومن بعد الغاء العرض نتاعها. نحب الاجابه الرسميه من عندك انت سي كمال الفرجاني فيما يخص برمجه لطيفه. انا وضحت الكلام هذا، قلت راهو احنا البرمجه وقتاش نحكيو على الغاء هو وقت اللي احنا تو خرجنا البرمجه الرسميه ان شاء الله باذن الله تبقى من البرمجه ننجزوها كلها يعني هذا نطلب من رب باش يوفقنا في ذلك. امين يا رب. ولذا ما نجموش نتحدثوا على الغاء، كلمه الغاء هي كلمه ماهيش في محلها وغير دقيقه. احنا اتصلنا بعشرات الفنانين. داكو. وعشرات الفنانين اتصلوا بنا. اي واضح. لكن في اخر الامر ثم 33 عرض من يمكن نقولوا 80 ولا 90 عرض اللي هي ثم مقترحات ماشيه من نحن كيف ما يراغب مثلا كيف ما كاظم الساهر اللي هو اعتذر عن المشاركة. ثم بعض الفنانين اللي هما طلبوا باش يشاركوا في المهرجان كيف ما لطيفة الفنانة النجمة لطيفة اللي في آخر الأمر احنا نحدوا البرمجة الرسمية نتاعنا اللي خرجناها يعني ما لا نجم نقولوا ثم احنا الغينا 50 عرض مثلا معناها يصيروا دي نيغوسياسيون بعدك حاجات تقعدوا حاجات عندنا معطيات تتأجل ولا انا معناها نتفاوضوا ونتصلوا ويتصلوا بينا ويقترحوا علينا معناها ما لازم ثم ترشحات اللي هي بالمئات ترشحات لتاسيس مثلا سهرات مهرجان قرطاج الدولي تو ما نقولوا ثم احنا الغينا مئات العروض الموسيقيه لا ها دونك خلينا نذكروا انه لطيفه كانت في كارتاج في اخر دوره 2019 زيدا كانت موجوده. هذا هو يعني ولجنه تنظيم الدوره 56 مهرجان كارتاج الدولي سامعني رات معناها من المفيد برمجه العروض اللي تم معناها الاعلان عليها في الندوه الصحفيه فقط ولا غير. ماهوش موقف من لطيفه بعدها حتى يكونوا واضحين. ما نقولوا من لطفي بوشناق ماهوش موجود. مش موجود في كارتاج. احنا مترشحين عليه ولا لطفي بوشناق يبقى يعني طبعا طبعا. ولطيفه زيدا فنانتنا التونسيه نحبوها ونعتزوا بها وعندها برشا جديد. ورقح مهرجان كارتاج ديما مفاتح ذراعي معناها الفنانين التوانسه الكل. اما لكن زيدا ما ثماش فنان عنده اسبقيه على فنان اخر. الحيص الوحيد هو يعني النتائج المحققة من طرف الفنان وقدرته فهمتني على جلب انتباه الحضور والجماهير. شكرا لك سي كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدورة 56 مهرجان قرطاج الدولي. برمجة متنوعة فيها كل شيء، كل الأنماط الفنية الموسيقية فيها طبعا كما كان يقول لنا 45% من العروض هي تونسية والباقي 30% نجوم من العالم العربي أو عروض عربية والباقي من العالم. دونك اجتهاد كما كل دورة. المهم إن شاء الله نعديو مهرجان ممتاز، واللي ما شفناهش في مهرجان قرطاج ما شاء الله عندنا برشا مسارح ومهرجانات قيمتها كبيره في تونس. عندنا بنزرت، عندنا صفاقس، مهرجان صفاقس الدولي، الحمامات، مستير، مهديه. دونك فوالا ان شاء الله لطيفه تعمل جوله على الاقل في هذوما كي سنه ماهيش موجوده في قرطاج علاش لا.